بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. قال: حديث حسن. حديث الحسن هو ما دون مرتبة الصحيح، وبعض العلماء يدخله في الصحيح، يحتج به، لكن الصحيح أرفع منه من حيث ضبط الراوي. وأما الحسن فيكون قد يكون في راويه خفة الضبط، وهذا ينزله عن مرتبة الصحيح، وإلا فهو نوع من الصحيح. وبعده حديث الضعيف. حديث ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. الحسن يدخل في قسم الصحيح، إلا أنه أقل مرتبة مما كان رواته على ضبط تام لألفاظ الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، أي من تمام دينه. من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه، فدل على أن الدين يكون تاما ويكون ناقصا بحسب تصرفات صاحبه. والمسلم يهتم بإكمال دينه ويحذر من مما ينقص دين الإنسان، أنه يتدخل فيما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه، ولم يوكل إليه لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الخلق. لم يوكل إليه التدخل أو البحث في هذا الشيء، وهذا فيه راحة للإنسان. الإنسان يعتني بدينه ولا يعتني بما ليس له فيه فائدة أو ليس مكلفا بالبحث فيه، فهو يستريح ويريح الناس أيضا. لو أن الناس سلكوا هذا المسلك العظيم لحصل الوئام والوفاق والمحبة، ولكن يأتي بعض الفضوليين ويتدخل في أشياء ليست من اختصاصه ولا هو مكلف بالبحث فيها، مثل كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها، مثل البحث في الوقائع والحوادث التي تقع وهو ليس مؤهلا أو ليس مكلفا. إما أنه ليس مؤهل لإدراك أحكامها ومقاصدها، أو أنه مؤهل لكنه غير مكلف بهذا الشيء. له أناس خاصون من أهل الحل والعقد. من ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس، من تناول أمور تحدث تحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشان، ثم يتدخل فيها من لا يحسنها وليس مكلفا بالدخول فيها. دخول فيها يفضي إلى بلبلة ويفضي إلى سوء فهم، أو يشيع المحذور بين الناس، وكان المفروض أنه يستر، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول. والرد إلى الرسول في حياته رد إليه شخصيا، بعد وفاته يرد إلى سنته. وهذا من شأن العلماء، هم الذين يدركون الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم من الساسة والقادة وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الأشياء ويصدرون فيها ويأمرون، ويكون لتدخلهم فيها فائدة وحلول. أما الإنسان العادي اللي ليس مؤهلا أو ليس مكلفا، فإن دخوله فيها يفسدها، دخوله فيها يفسدها ويحدث التشكيك
في أقوال أهل العلم وأهل الرأي وأهل المشورة يحدث يشكك بين الناس. وقد يتناول أهل العلم ويتناول ولاة الأمور أنهم ما يحسنون ولا وأنهم كما هو الواقع الآن. هذا من نقص دين الإنسان، من نقص الدين. الإنسان يخاف على دينه، يجب أن الإنسان يخاف على دينه فلا يدخل في شيء ليس من ورائه مصلحة لا له ولا لغيره، بل يكون مفسدة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا الحديث وأن يجعله منهجا له في حياته، يجعله منهج له في حياته. إنما كان يعنيه وهو مكلف به ويحسن الدخول فيه وينفع إذا دخل فيه، عليه أنه يتدخل. الشيء الذي لا يحسنه أو أنه لا يجدي دخوله فيه وليس مكلفا أنه يدخل فيه وليس من شؤونه، هذا يتجنبه. وإذا كان فيه خير فإنه يبلغ المسؤولين، يبلغ أهل العلم بما يحدث وبما يلتمسوا له الحلول، فيكون مجرد ناصح، يكون مجرد ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يرد الأمور إلى أهلها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيرد الأمر إلى أهله. أما هو لا يتدخل فيه، وهو ليس من شؤونه وليس لتدخله فيه فائدة. فهذا حديث عظيم ومنهج قويم، لو سار عليه كل مسلم لحصل في ذلك الخير الكثير، وانحلت المشاكل وتآلفت القلوب وتعاون المسلمون فيما بينهم. لكن إذا صارت الأمور فوضى وكل يتدخل فيما لا يعنيه، حصل في ذلك الفساد والشر، اختلاف الرأي وعدم الثقة، يحصل عدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين، ثم تنتشر الفوضى بين الناس. وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم، تجدهم حتى مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلا كبار العلماء والأئمة، تجد صغار الطلاب والمتعالمين يتدخلون فيها ويحلون ويحرمون ويفتون بغير علم بغير بصيرة، أو أن التدخل في هذا ما هو من شؤونهم، فإنما هو من شؤون المسؤولين عن هذا الأمر الموكول إليهم النظر في هذه الأمور. فيجب أن يتخذ هذا الحديث منهجا ومسلكا لكل مسلم، متعلما كان أو جاهلا، يسلك هذا المسلك.